وبآخر محطاتنا الصباحية مشاهدينا لليوم رح نتعرف على الشادو تيتشر أو معلم الظل أو مرافق الظل. اليوم بيعمل جنبا إلى جنب لجانب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم بيرافقهم، يمكن بيرافق هدول الأطفال أيضا بالمدرسة ويمكن أحيانا بطلعاتهم الخاصة مع الأهل. اليوم بيقدم لهم كثير من الدعم من الناحية الاجتماعية السلوكية العاطفية وأيضا الاجتماعية. أكيد يا ليلى، اليوم عم نحكي عن شخص بيحمل مهمة إنسانية وقت بيكون متواجد طول الوقت مع هذا الطفل اللي عنده ذوي احتياج خاص، وبيكون هو من اختيار الأهل ليقدر يراقب، خلينا نقول، يومه، دراسته، نشاطه خارج المنزل. اليوم رح نتعرف على هذا المصطلح، يمكن شوي ما إنه كتير منتشر، مهامه وشو هو تأثيره الإيجابي على الطفل وحتى على الأهل. اليوم هي قصة تشاركية ما بين المرافق وما بين الأهل وما بين إن كان الكادر بالنشاطات أو الكادر التدريسي. وضيفنا لليوم هو السيد عقاب الحلبي، اختصاص تربية خاصة. صباح الخير. صباح سيد خير. عقاب، كيفك؟ تمام، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر شو هو الشادو تيتشر وأيضا شو هي مهمته اليوم. مفهوم الشادو تيتشر هو مصطلح منه كثير او مهنه، خلينا نقول محدثه، ليست يعني بقديمه. لما نشا مفهوم الدمج بين اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه حسب التسميه مع الاطفال الطبيعيين بالمدارس العامه او المدارس الخاصه بشكل عام، مفهوم المدارس نشا مفهوم هو لما بيولد شيء نشا نتيجه احتياج. نعم. فصار في عندنا نحن شيء جديد نلاحظه، هدول الاطفال يندمجوا لكن هن لا يدمجوا بشكل كامل. هدول الاطفال بينقصهم العديد من المهارات لحتى يواكبوا الاطفال الطبيعيين اثناء الحصه الدرسيه، اثناء سلوكهم، اثناء الباحه، اثناء النشاطات، الدخول، الخروج، الصف، الواجبات الاجتماعيه الى ما هنالك. بالبدايه مفهوم الدمج بشكل عام، نحن لما بنقول مفهوم الدمج كثير بنركز على مفهوم الدمج الاجتماعي، ممكن يكون احيانا شوي مبعد عن مفهوم الدمج التعليمي، يعني انا غايتي من وجود الطفل بمدرسه عامه او مدرسه خاصه هو الهدف اجتماعي لحتى يكون مهارات اجتماعيه ما غير قادر على اكتسابها كطفل، وخاصه من ذوي الاطفال مثلا ذوي اضطراب طيف التوحد، اضطرابات التواصل، اضطرابات التاخر العقلي المحدده وغير المحدده بدرجات معينه، طفل الداون، متلازمه الداون، اطفال ADHD، اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. اكثر هي الخمس حالات اللي ذكرتها هي من الاطفال او هي من الاضطرابات اللي ترافق وتحتاج وتدمج بالمدارس وتحتاج الى شادو تيتشر يرافقها. طيب شو المهام اللي بدنا نقدم له اياها كشادو تيتشر؟ شو المهام اللي بيقدمها او شو صفاته او شو الاهل كيف بيختاروا؟ مهارات على صفات محدده، مهارات محدده. ممكن يكون شخص يفضل، يعني يكون من الاشخاص ذوي الخبره بمجال التربيه الخاصه، بمجال تعديل السلوك، بمجال صعوبات التعلم، حتى يقولب. يعني احنا بدنا نقول شادو تيتشر هو شادو تيتشر منه الرجل الالي والبادي جارد والمتحدث الرسمي باسم الطفل. هذا المفهوم الخاطئ اللي بيقول انه انت شادو تيتشر تبعه. شادو تيتشر هو عباره عن شخص ميسر ومسهل وموجه لحركات الطفل، لسلوكياته، لكلامه، لتعامله مع الاقران. طيب عقاب، انت خضت هي التجربه؟ اكيد. خلينا نروح للارض والامثله الواقعيه كرمال نقرب الفكره اكثر، يعني من خلال هي التجربه تعطينا امثله عن الاطفال اللي رافقتهم. خلينا نحكي عن فكرة طفل، أنا رافقت طفل، خلينا نحكي عن تجربة شخصية، رافقت طفل بمدرسة أكثر حديثهم باللغة الإنجليزية. فأنا أول شيء واجهته أنه أنا ما عندي لغة إنجليزية قوية، كلغتي الإنجليزية ليست قوية، طفل من طيف توحد متوسط. فبداية طبعا إضافة لأنه هو لا يدمج مع عمره، يعني هو كان عمره 8 سنوات حاطينه مع فئة ثالثة، يعني فئة ثالثة KG3، 5 سنوات. التجربة كانت لي يعني ما أنا سهلة، بس بنفس الوقت التجربة ممتعة لما نحقق نتائج. كانت عبارة عن 6 أشهر مرافقتي مع الطفل، طفل طيف توحد، كان لما نحن كأشخاص كشادو تيتشر الطفل بالأمام ونحن من الخلف، يعني هو ما بنسميه نحن معلم وهمي. تصرف الطفل لما الأنسة بدها يكون في سؤال موجه له، في حتى إيماءات بيكون في اتفاق بين المعلم، الأهل والشادو تيتشر. تخيلي هو شادو تيتشر عم يربط بين هاي المجموعة الثلاثة، فعم بيوجه الطفل، فهو ما بيجاوب عن الطفل، انما هو بيهمس همس باذن الطفل حتى يعطيه الجواب. من مبدا التشاركيه الاجتماعيه، لما بيكون في نشاط، في شيء الطفل بيعرفه ضمن، يعني خلينا نقول كشيء اكاديمي ضمن مهاراته العقليه للطفل، فهو كمان شادو تيتشر بيوجهه. عنده وظيفه او عنده واجب، الشادو تيتشر بيساعده لحتى يقرب المعلومه اكثر له حتى يكون، يكون قادر على حل هذا الواجب. اضافه لضبط سلوكياته،
احيانا الطفل اللي يعاني من فرط حركه هو غير قادر على الالتزام بالحصه الدرسيه 45 دقيقه. صحيح. فالشادو تيتشر موجه له حتى يتم حافظ على جلساته من خلال نحن ما هو الموضوع انه دائما صريخ نحن نصرخ عليه حتى يهدى، اكيد لا، لانه الحصه الدرسيه مو ناقصه فوضى حتى يكون في شخص يعني خلينا نقول شكل فوضى عبء او عبء على الحصه الدرسيه. ابدا الشادو تيتشر منه عبء على الحصه الدرسيه نهائيا، بالعكس هو حدا مسهل وميسر للحصه الدرسيه ومساعد للطفل، لكن لا ياخذ دور الطفل. يعني بنهايه نحن ما فينا نقول هو بيبي ستر، يعني هو اللي بيطعميه وبيشربه وبأي شيء بده اياه هو بيقوم فيه. ابدا هو ليس يعني حارس شخصي. اذا طفل اخذ له مثلا الم او طفل ضربه، الطفل الشادو تيتشر هو الاقرب الى ما يسمى بالمعلم الوهمي او معلم افتراضي، بيوجه الطفل بحركاته، بيهمس له، بينبهه بالبدايه لحتى يخليه طفل يكون قادر على دمج بين اقرانه، ما يكون فيه غرابه. في كثير من الحالات تاتي حالات صراخ عند الطفل، حالات صراخ مفاجئه. تمام. طيب الشادو تيتشر هو يعني بيصير يفهم وبكون شخص قريب جدا من الطفل، بيصير بمرحله معينه قريب جدا يفهم طباع الطفل، وعندما يعني لما بصير في عندي مقارنه بين نقاط القوه نقاط الضعف عند الطفل بصير يفهم اكثر. وضروري يكون الشادو تيتشر عنده ما تقنيات تحليل السلوك التطبيقي الاي بي اي حتى يفهم هذا الطفل ليش تصرف هيك. يعني ما في شيء عندي اليوم بالاي بي اي، ما عندي شيء اسمه الطفل رفرف لانه انبسط، ما عندي شيء اسمه الطفل صراخ هستيري لانه هو هيك طبعه. في تحليل بنقول لكل مسبب او لكل سلوك سبب رئيسي، اذا بطل السبب الرئيسي فانتهى السلوك، فبصير يفهم اكثر طبيعه الطفل، شو الاشياء اللي ممكن يكون الاضاءه يا ترى قويه كثير، يمكن الشوب، درجات الحراره خليته الطفل يتصرف في هي السلوكيات، الفوضى اللي صارت بالصف مثلا، خلينا نقول اذا حصة موسيقى صوت الضوضاء العالي هو اللي ضايق الطفل. هي الاشياء بالتفاصيل بصير يفهمها الشادو تيتشر، فبصير في صله وصل بين الطفل وبين معلم الظل. طب اليوم هل ممكن الشادو تيتشر يتواصل او يدمج اكثر هذا الطفل مع زملائه، وكيف بيكون هذا التواصل اليوم، وخصوصا يمكن يكون عنده حالات نفسيه معينه ممكن يصير اشكاليه بينه وبين احد زملائه، كيف انت بتتعامل مع هذا الموضوع؟ إذا بدنا نحكي عن حالة نفسية الطفل نحن، الطفل عزيزتي هو كونه نحن نتحدث عن طفل ذوي احتياج خاص، بالبداية لازم أكون أنا كشادو تيتشر ملم بهذا الاضطراب، يعني أنا مو شخص تخرجت حديثا ومباشرة ولا أملك أي مهارة مهنية على الأرض مباشرة استلم طفل بمدارس، هو شادو تيتشر يختار من قبل الأهل وليس يوضع من قبل الأهل وليس من قبل المدرسة. للتنويه بهي النقطة، له مهارات محددة، بصير الطفل بالبداية الشادو تيتشر بيتعرف على الطفل بعدة جلسات منزلية حتى يكسر هذا الحاجز، حتى الطفل يتعود عليه، حتى يفهم الأسلوب التربوي اللي رح يتعامل معه. بالتالي لما بيرافقه على المدرسة فبيكون في حصص، أما دمج كلي أو دمج جزئي. يعني بعض الحالات بتكون دمج بالمدرسة وبدمج بالمركز التخصصي العلاجي لحالة الطفل، فبصير المعلم الظل يرافقه بأيام أو بساعات. فلما بيكون في عندي دمج كلي هون المهارة أعم وأشمل وحتى المسؤولية أكبر. أهم نقطة بدي نوه عليها أنه شادو تيتشر هو يعني ليس جليس الطفل، يعني بمعنى أنه هو يخلي فوته على الحمام يطعمه، منه الأب منه الأم، بدنا نوه لهي النقطة، هو مطالب يكون بأسلوب حازم جداً، اسلوب حازم لحتى يضبط الطفل، لحتى يضبط الشيء اللي نحن معه. إذا كان في تكليف للطفل هو مطلوب منه يساهم الطفل، يعني خلينا نقول اذا انا عندي رسمه معينه او نقل شيء يكون من خلال النمذجه اي من خلال التقييد، ممكن احنا نمسك اليد، ممكن بنسميه بالتلقين الجسدي، نمسك الايد، نوجه الطفل بطريقه التلوين الصحيحه، طريقه الاعاده من وراء المعلمه، طريقه النقل من السبوره على، اما هو ما بيكتب وظائفه، هو ما بيكتب، هو ما بيحفظه، هو ليس معلم صف، بدنا ننتبه لهالنقطة. فحتى ما يصير خلط بين المفاهيم، الشادو تيتشر مهمة سامية جدا، حتى اللي بياخدها أو الشخص اللي بياخدها هو شخص كفؤ لحتى بالنهاية يحصل على نتائج. تخيلي كثير من الحالات في البداية يكون طفل غير ملتزم بصفه خلال العام الدراسي 9 شهور، غير ملتزم بصفه، ما بيقدر ينضبط مع أقرانه، طفل لا يجاريهم بالحديث. فالشادو تيتشر هو مهمته يلقنه شو بده يجاوب مره مرتين ثلاثه، ممكن بعدين بصير في إيماءة، بينسحب الشادو تيتشر بالمراحل الاخيره، بصير ينسحب الى الباب، بصير يعتمد على حاله،
أكيد لحتى نوصل إلى مرحلة من الاستقلال الذاتي التام عند الطفل على مستوى الطعام، الشراب، التواصل الاجتماعي طبعا. التفاعل مع المحيط، حتى الحفاظ على المقتنيات. طيب أستاذ عمار، اليوم عم تحكي عن مهمة مثل ما قلنا إنسانية اجتماعية، وقلت حضرتك أنه أنتوا قبل ما تبلشوا بهي المهمة في جلسات بينك وبين الطفل كرمال تكسروا خلينا هذا الحاجز الجليدي وتتعودوا على بعض. هذا الطفل اليوم ذوي احتياجات خاصة، بحاجة ل يعني أي شخص بيعطيه الحب هو حيتعلق فيه، حيصير يتعود على وجوده بحياته. أنت رافقته خلال العام الدراسي، طيب ما بتخافوا من لحظة أنه انتهت هاي المهمة يرجع هذا الطفل لانتكاسة سلبية؟ نحن بالمراحل الأخيرة بالعام الدراسي بيصير في شيء اسمه فصل، فنحن من هون ببلش الطفل يتهيأ نفسياً لحتى أنه نحن عم نبعد عنه، وهو بيقضي تقريباً من 6 إلى 8 ساعات مع الشادو تيتشر، وبتمرق أيام بصير ينسحب كلياً من اليوم، يعني على مدار اليوم هو بصير ينسحب، وممكن يصير يمرق بساعات مع هذا الطفل، ممكن يصير هو يخصص فقط أيام محددة مو على مداره. وبآخر الأشهر الأخيرة لما بيوصل الطفل خلال العام الدراسي عم نحكي، لما بيوصل الطفل لمرحلة من الضبط السلوكي، من الدمج الاجتماعي الصح المقبول، التعامل مع الأقران، التعامل مع المحيط، اللعب والتفاعل، هي أهم نقطة، لأنه كثير من الحالات الأطفال هي ما بيعرفوا يلتزموا بالدور، يعني خلينا نحكي على تفاصيل بسيطة، هي الطفل ما بيلتزم بالدور، هو ما بيحافظ على أغراضه، ممكن ياخذ سندويش ترفيقه. هي الطفل العادي، فكيف عنده؟ الطفل عنده اضطراب، فما أدراك الطفل عنده احتياج خاص، هو بحاجة متابعة دائمة. ممكن يكون في فقد، أكيد نحن لما نوجه الطفل بطريقة صح، في متابعة دائمة، في جلسات متابعة بالمرحلة الصيفية، لا ما بصير هذا الفقد اللي عم نحكي عنه أو بالمعنى العام يصير انتكاسي عند الطفل أكثر، لأنه الطفل هو يعني خلينا نقول نحن عم نهيئه ليكون طفل أقرب إلى الطفل الطبيعي، يتعايش، يتعود، يتكيف. ما بنحصل على هي النتيجة أكيد المعكوسة إن صح التعبير. عم نتشكر حضورك معنا أكيد، ونتشكرك على هي المهمة الصعبة اللي عم بتكون فيها والإنسانية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا أستاذ عمار لحضورك، ونتمنى هي الثقافة تعمم بشكل أكبر، وخاصة مع هدول الأطفال اللي دائما بحاجة للرعاية والإنسانية بحياتهم. شكرا لك، تحياتنا لكل الفريق العامل من خلالك. شكرا.